يعاني الكثير من أبنائنا باختلاف مراحلهم العمرية من اعوجاج بالأسنان، الأمر الذي يجعلهم يتذمرون من الشكل الذي قد يحرمهم من إظهار ابتسامتهم أمام الآخرين. لذلك نلجأ لما يعرف طبياً بتقويم الأسنان، والذي بدوره يجد علاجاً لكل مشكلة. فما هي تلك المشكلات؟ وما هي طريقة العلاج المناسبة لكل منها؟ بالبداية هو التقويم هدفه تحريك الأسنان، يعني هو علم التقويم بنى على حقيقة. كل العلوم بالدنيا تنبني على حقيقة يكتشفها الإنسان وبعدين يبدأ يطور بها. الحقيقة هاي تقول إنه إحنا نقدر نحرك السن، هاي حقيقة موجودة. لو كانت هاي الحقيقة موجودة ما موجودة، يعني لو رب العالمين خالق السن ما يتحرك، هذا الكلام كله ما نقدر إحنا نسوي. بدأ علم التقويم من قبل 100 سنة، اكتشفوا إنه السن ممكن يتحرك إلى إذا سلطت عليه قوة أو إذا سلطت عليه ضغط. بدت أجهزة التقويم، لو تشوفيها ستقولين هاي شلون، يعني فد أشياء كلش كبيرة تتخلى بالفم، إلى أن وصلنا إلى الوضع الحالي. تقويم الأسنان يعمل بآلية الضغط الشديد على الأسنان ليقوم بتعديلها، بحيث تتحرك وتنضبط في مكانها المناسب وتتساوى وتتوازى لتعود لشكلها الصحيح. ومع تطور وتقدم الطب بدأ الطلب يزيد على تقويم وتجميل الأسنان، فما رأي الأطباء المختصين بذلك؟ علاج التقويم بصورة عامة يتألف من 3 مراحل. المرحلة الأولى أنه أنت تخلي تختار جهاز التقويم المناسب للحالة المناسبة. راح تحط جهاز التقويم، هاي المرحلة الأولى من العلاج. ما ينفع أنه أنت تحط جهاز التقويم وتروح تقعد بالبيت وسنة كاملة ما تجي لطبيبك تقول والله أنا صار لي سنة. لا، لازم كل شهر تجي حتى الدكتور يقدر يشد على الأسنان ويقدر يحرك الأسنان الحركة المناسبة. هنا يوقعون الناس بمشكلة أنه هو خلاص لما انشال التقويم عباله أنه هو يعني ها هي خلاص انتهى العلاج. لا، أكو مرحلة يسموها مرحلة تثبيت الأسنان. أكو نوعين من المثبتات، واحد يلبسه بالليل يسموه المتحرك، والآخر يتثبت على الأسنان مباشرة. أيهما أفضل؟ اللي تلتزم به هو الأفضل. الأسنان جزء مهم جدا من جسم الإنسان، رغم صغر حجمها مقارنة مع بعض الأجزاء الأخرى، فهي ذات أهمية بالغة في الحياة اليومية للإنسان. لذلك يجب علينا الاهتمام بها، آملين للجميع ابتسامة صحية ودائمة.